في طول العالم وغربه بأجندتها لتعلن أنها مع حقوق الإنسان وضد الانتهاكات التي تمارس عليه. فهل هي كذلك بالفعل في الأحواز؟ هل دخلت الأحواز أساسا؟ وما دورها في قضية الأحواز؟ وكيف يستغل الأحوازيون مثل هذه المنظمات للمطالبة بحقوقهم؟ المنظمات الحقوقية ودورها في الأحواز استعرضه في هذه الأمسية، فأهلا وسهلا بكم. أما المنظمات الدولية فحقيقة أنه تمكن الأحوازيون من تشكيل منظمات حقوقية في العديد من الدول والعديد من المناطق، وتمكنت هذه المنظمات من إيصال مظالم والجرائم التي تحدث بحق الشعب العربي الأحوازي وإيصالها إلى العالم وطرحها على المنظمات الدولية. نحن كشعب عربي أحوازي ننتظر أنه ونرجو أن من المنظمات العربية والإسلامية هي أن تقف معنا وليس المنظمات الأجنبية. نحن نحتاج المنظمات الأجنبية، لكن الأولى على المنظمات العربية والإسلامية أن تدافع عن قضيتنا وأن تدافع عن مأساتنا وتظهر هذه المأساة للمنظمات الأخرى لتعرفها للشعوب العربية والإسلامية. يعني أنا حاليا ما شفت منظمات مدنية حقوقية تابعة القضية الأحوازية ما عدا منظمة هيومن رايتس ومنظمات الحقوقية الأخرى في دول غربية. فإذا ما تحدثنا عن الموقف الرسمي العربي فلا نجد هناك يعني تأييد ومباركة رسمية للقضية أو تبني رسمي أو اعتراف رسمي للقضية العربية الأحوازية، ولكن الصوت المقيم في الإدانة والشج والاستنكار هو صوت منظمات حقوق الإنسان العربية دولية. نعم، بس عربية مع الأسف لا. يعني أنت كيف منظمة عربية والإسلامية وما تخطين أحداث الأحواز والجرائم إيران في الأحواز، الإعدامات في الأحواز، مأساة المعتقلين؟ نعم، لنا منظمات حقوقية أحوازية، كل تنظيم له منظمة أحوازية، وأنا أطمح كأحوازي أنه لازم تكون لنا منظمة أحوازية واحدة حتى العالم يقدر يعني يقدر يتصرف بملف واحد. يعني المنظمات الأحوازية منظمات فاعلة، ولكن تجد بأن هذه المنظمات الأحوازية تذهب إلى جنيف وتكون لديها يعني مؤتمرات في جنيف وعلاقات جدا قوية مع المنظمات الدولية كالأمنيستي وهيومن رايتس ووتش ومنظمات كثيرة، لكن التعاطي والتعامل مع المنظمات العربية والإسلامية جدا ضعيف بسبب عدم الاهتمام العربي والتعاطي العربي مع قضيتنا ومأساة قضيتنا. لكن الأحوازيون هناك مؤسسات تعمل بشكل سري وحتى بعضها تعمل بشكل علني متحدية الإرهاب الإيراني والمنع الإيراني، لكن ليس بشكل الرسمي وليس بشكل المسموح. رغم التعتيم ورغم كل شيء فأحيانا الأخبار تنقطع بالكامل عن بعض الأسرى على سبيل المثال أو عن بعض الأفراد، فالعدو يقطع الأخبار بالكامل ويقطع وسائل الاتصال، ولكن حقيقة فهذه المنظمات يعني رغم اعتمادها على الذات، ولكن حقيقة وللأمانة أقولها يعني ولدي تواصل مع العديد من المنظمات الحقوقية الأحوازية، فأحيانا تدمج الليل بالنهار فقط لتسليط الضوء على قضايا معينة والمساهمة في التخفيف علها تتمكن من رفع حكم الإعدام تجاه هذا الناشط. والحمد لله أنه يوم بعد يوم يتوسع هذا النشاط ويتوسع الحضور بمعظم المراكز الحساسة في هذا الاتجاه. بس بهاي الإمكانية البسيطة قدروا يحققون إنجازات كبيرة على مستوى الدولي في مسألة حقوق الإنسان، ونشكرهم جزيل الشكر. نعم، لأن يعني الأمم المتحدة هي اليوم لوبيات، واللوب الإيراني مسيطر على يعني عناصر كثيرة في الأمم المتحدة. فقط بالآونة الأخيرة يعني حقيقة يعني قدرنا ونقدر بعون الله أن نصل هذا. فأخي العزيز، الأمم المتحدة ما يعترف بك إلا ما تكون قدرة أنت تفرض نفسك على الأرض. وعدونا الأخوة أن تتغير الأمور وأن يمدوا لنا يد العون لكي نصل، وأعتقد في الأيام القادمة سنستطيع الوصول إلى منظمة الأمم المتحدة. فالمنظمات الحقوقية حقيقة وصلت إلى الأمم المتحدة عبر مجلس حقوق الإنسان وهو تحت رعاية هيئة الأمم المتحدة. أما القضية على المستوى السياسي
والقانوني غير قانون حقوق الإنسان، أو فعلى المستوى السياسي لم تطرح الأمم المتحدة القضية العربية الأحوازية بعد. نعم، بكل تأكيد منظمة الأمم المتحدة هي يعني منظمة لها أساليب وطرقها، وصراحة إنه القضية الأحوازية في الغرب بشكل عام وفي أوروبا بشكل خاص هي حديثة العهد. يعني الآن يعني سنوات استطاعت أن القوى الوطنية الأحوازية تتحرك، ولكن متفائلين جدا أن نصل هذه المراكز في الأشهر أو السنوات القليلة القادمة، لأن اللوبي الفارسي مسلط في أمم المتحدة. اللوبي الفارسي باسم المعارضة الإيرانية متسلط في أمم المتحدة، وما يخلي صوت الأحوازيين إلى يكون صدى، في صدى بس ما يكون ذاك الصدى الواضح. التكاتف حول والالتفاف حول القضية العربية الأحوازية. ثانيا، استخراج المصادر القانونية، الأدلة والبراهين والوثائق المتعلقة بتأكيد الحق العربي الأحوازي كقضية عادلة ومشروعة. ثالثا، جمع كل ما لدينا من وثائق سواء كانت سياسية، تاريخية، قانونية، إنسانية، جغرافية، خرائط، غير ذلك، وتقديمها على شكل فرزها على شكل ملفات، ملف حقوق إنسان، ملف قانوني، ملف سياسي وغير ذلك من الملفات، تقدم كقضايا كقضية يعني بعدة ملفات مدروسة ومتقنة ومترجمة إلى لغات أخرى. يكثفوا عملهم، يتواصلون مع أعلى المؤسسات واللجان المعنية بحقوق الإنسان، أيضا يتواصلون مع المنظمات الدولية. إذا المشكلة أن الأحواز ليست مهملة فقط ومنسية فقط من جانب الحقوقي، بل من الجانب السياسي الرسمي العربي ومن جانب الشعوب. كثير من الشعوب والله لو تنزل تسألهم هل توجد الأحواز لقال لك ربما هذه نوع، هذا نوع من الأطعمة، أو ربما هذا نوع من الحليب، أو نوع من العصائر. هي حقيقة أنت منها فلن يغيب سناك، ما نسينا تاريخنا في هواك. أنت أحوازنا وتلك النجوم قد أضاءت بها حدود سماك، قد أضاءت بها